في ذكر الملائكة في شرعنا المطهر. قال الله تعالى: وله معقبات يحفظونه من أمر الله. المعقبات هي الجن الملائكة، الملائكة الأرضية يحفظونه بأمر من الله تعالى، هكذا يشاع والله أعلم. قال الله تعالى في سورة الصافات: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا قيل هؤلاء الملائكة. وقال تعالى في سورة المرسلات: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقيات أمرا قيل كذلك هؤلاء هم الملائكة. وفي سورة النازعات قال الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا كذلك في تفسير هذه الآيات قيل هي الملائكة. بسم الله. الملائكة خلق من خلق الله تعالى، يجب الإيمان بوجودهم، وهذا ركن من أركان الإيمان، وهم يطوفون علينا نحن البشر في البعد الثالث لكننا لا نراهم، فهم في بعد آخر لا تدركه أبصارنا، بينما هم يبصروننا ويسمعوننا، ومنهم من يعلم ما في نفوسنا بقراءة الأفكار ويؤثرون علينا إن شاء والله أعلم. وقد وصف الله تعالى بعضهم في القرآن وكذا الأعمال الموكلة لهم، وقد حدثنا عن صفاتهم الخلقية، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. لكن هناك حقيقة أقرها القرآن، وهي أن رغم عددهم وعددهم وأجسامهم الهائلة الخيالية وقدراتهم التي تفوق قدرات البشر والجن بملايين المرات على الأقل، لكن الله تعالى أخبرنا بأنه لو أنزل ملكا إلى العالم الثلاثي الذي نحيا فيه نحن البشر فإنه ينزله في جسد كجسد ابن آدم، يتقمصه ويلبس ما يلبس الناس ويستعمل ما تستعمله الناس والجن من آلات، وهذا لحكمة نجهلها إلى حد الآن والله أعلم. الملائكة في قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، نزلت في الذين قالوا أن قريش تعبد الملائكة لا الأصنام، فإذا دخلت قريش النار فالملائكة كذلك ستدخل النار، فأجابهم الله تعالى بالوحي أنهم يسلمون من عذاب الله بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي الملائكة لا يدخلون الجنة بمن الله وفضله، لا يدخلون النار بمن الله وفضله والله أعلم. فصل في قوله تعالى: يقولون لولا أنزل معه ملك فيكون معه نذيرا، وقوله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. فصل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، وكلامه هذا صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أي بدون استثناء، كل ما يؤذي الإنسان يؤذي الملك من الملائكة، الروائح النتنة والأوجاع والأسقام والشوكة والسكين والله أعلم. فصل عن الأصول الخمسة التي خلق الله تعالى منها الكون: العنصر الأول الماء، العنصر الثاني النار، العنصر الثالث التراب، العنصر الرابع الهواء، العنصر الخامس النور. فصل الملائكة خمسة أصناف أصلية. الدليل: واحد، الملائكة التي هي من النور، حديث رسول الله: الجن من النار والملائكة من نور، وآدم مما وصف لكم. اثنين، الملائكة التي خلقت من تراب فتمثل لها بشرا سويا، حديث كان جبريل يأتي على صورة دحية الكلبي، قال تعالى: ولو شئنا لجعلنا منكم
ملائكة في الأرض يخلفون، أي من البشر من أهل الطين، من الطينين يصبح ملائكة، يصل إلى درجة الملائكة ويخلفون في الأرض. هؤلاء ملائكة من أصل الطين، من أبناء آدم، حيث عندما ينقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، فسطاط نفاق لا إيمان فيه، وفسطاط إيمان لا نفاق فيه، أي تسيمهم الدابة، فمن تسيمه يصير أبيض كالملائكة، والذي تسيمه الآخر من الكفار يصير أسود كالشياطين، فيقول يا مؤمن، والآخر يقول يا كافر، والله أعلم. الحديث ثالثا، الملائكة من أصل الماء، الذين خلقوا من الماء، حديث يغتسل جبريل في حوض تحت العرش، ثم ينشر ريشة أو ينفض ريشة، فيخلق الله تعالى بكل قطرة ملكا، أو كما قال الحديث. رابعا، ملائكة الهواء، ملائكة خلقها الله تعالى من الهواء. رواية تقول: لله ملك يقول في تسبيحه كذا وكذا، فيخلق الله تعالى بكل تسبيحة ملكا يسبحه. سبحان الله، التسبيحة هي عبارة عن هواء يخرج من فمه، والله أعلم. خامسا، الملائكة التي خلقت من النار، رواية أن إبليس كان من الملائكة، من حي يقال لهم الجن، لأنهم ملائكة خلقوا من النار، والله أعلم. قال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة، لو خر لا خر عليها، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن، من قبيلة إبليس، والله أعلم. إبليس، اختلف العلماء هل كان من الجن أو من الملائكة، على قولين: أحدهم أنه كان من الملائكة وأعظمهم قبيلة، وإن من الملائكة قبيلة يقال لهم الجن، وكان منهم وكان له سلطان السماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض يسوسها، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فعصى فموسى فمسخه الله شيطان الرجيم. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال له الجن، خلقوا من النار السموم من بين الملائكة، وخلق الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي، وخلق الجن الذين ذكروا في القرآن.